أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدانيته أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يجعل ما نأتيه من أقوال خالصة لوجهه مقبولة عنده. اللهم أمين آمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، فما زال حديثنا متصلا ومتواصلا مع هذه القراءة المباركة لهذه الكلمات النيرة من كلام خير البرية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في أعلى علمه. اللهم أمين آمين. ومن باب صدق الإيمان، صدق الإيمان وإخلاصه، صدق الإيمان وإخلاصه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أما راوي الحديث فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أوائل من دخل في الإسلام. كان يقول: لقد أسلمت وأنا ربع الإسلام، يعني رقم أربعة، رضي الله عنه وأرضاه. وكان يعد من آل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول من جهر بالقرآن. وكان يقول: أخذت من الفم الشريف 72 سورة، يعني خد من النبي مباشرة دون واسطة أي حد من الصحابة مباشرة أكثر من 70 سورة. إحنا الواحد منا لو خدوا حرف من النبي كان زمانه ما فيش حد زيه صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي معنا، فلما نزل قوله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا، يلبسوا يعني إيه؟ يلبسوا في لبس وفي لبس، يقول لك الموضوع ده فيه شوية لبس كده، يعني فيه إيه؟ مش واضح، فيه خلط، الأمر فيه كده خلط علينا. ولم يلبسوا ولم يخلطوا، خدت بالك مفيش ميكس، مفيش. ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، مفيش أي ظلم. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة عليهم رضوان الله، والصحابة كانوا يسمعون ويتدبرون. ودي أصل من الأصول التي ينبغي أن يتعامل بها الإنسان مع القرآن. قال ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. على طول كريوا الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: شق ذلك على المسلمين. ويبدو أن الصحابة في هذا كانوا عصبة واحدة، كان الصحابة عصبة واحدة، يعني الفهم واضح للكل. هو أصل الظلم إيه؟ إيه أصل الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. تحط حاجة في غير موضعها ده اسمه ايه؟ ظلم. ده في اللغة. وفي الشرع، الظلم في الشرع هو وضع الأمر في غير وضعه الشرعي. أما تحط حاجة في غير وضعها يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ظلم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى عدم احترام الأب ظلم، عدم احترام الأم ظلم، عدم العطف على الصغير ظلم، عدم احترام الكبير ظلم، عدم الصلاة ظلم. فدي كلها أنواع من أنواع الظلم. إنك تحط حاجة في الموضوع يبقى اسمه
اسمه ظلم. أن تعبد غير الله ظلم، هذا ظلم. فالصحابة فهموا إن الظلم هو مجرد أي شيء غلط، ولذلك لما شق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة جهم للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ نحن كلنا نظلم نفسنا، نحن في أمور كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، ليس ذلك يعني إيه؟ مش هو ده النوع من الظلم ده، مش لا لا لا، أمال إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه؟ دي سورة لقمان اللي معنا سورة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم في سورة الأنعام، ده معناه إن لقمان نزلت قبل الأنعام. ألم تسمعوا إلى ما قال الله جل وعلا على لسان سيدنا لقمان وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان ده كان إيه؟ حكيم ولا نبي؟ جمهور العلماء على أنه كان حكيما، وقال بعضهم أنه كان نبيا، والصحيح أنه كان حكيما. ده القول الصحيح أن لقمان عليه السلام كان حكيما، وكلماته رضي الله عنه وأرضاه كلمات فيها نور، كلماته فيها نور. ولو لم يكن الأمر كذلك ما ذكرها الله جل وعلا في القرآن الكريم، لأن القرآن ذكرها ولم يعقب عليها، وهي حكم فعلا تحتاج لإني يعني تستقيم حياة الناس بها، لأنها تضبط العلاقة فعلا بين العبد وبين ربه. يا بني لا تشرك بالله، بين العبد وبين أقرب الناس إليه، ووصينا الإنسان. وبعد كده في آخر خالص ده صعب خلق، قال له لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طب تعالوا بقينا نشوف أول الآية بتاعت الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما فيش شرك، إيه النتيجة؟ إيه المحصلة؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الإنسان اللي بيؤمن بالله ولا يشرك بالله جل وعلا شيئا له حاجتين، له الأمن في الدنيا والآخرة، والهداية في الدنيا والآخرة. لهم الأمن، والأمن أكثر ما يكون إنما يتعلق بالآخرة، والهداية أكثر ما تكون إنما تتعلق بالدنيا. يبقى وهم مهتدون في الدنيا، لما اهتدوا في الدنيا بالتوحيد الكامل وبالإيمان الكامل اختصهم الله جل وعلا بالإيه؟ بالأمن التام عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة. أولئك فلا خوف عليهم إيه؟ ولا هم ذا الأمن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب تعالى هنا في نقطة مهمة جدا، ألا لما النبي عليه السلام يقول إن الشرك المقصود بالظلم الشرك، يبقى العاصي له أمن ولا ملوش أمن؟ له أمن، لأن المنفي هنا المحرم هو الشرك. إن الشرك لظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك. طيب يعني معنى الكلام ده إن العاصي حيخش الجنة له الأمن ولا ملوش أمن؟ ها؟ له أمن صح ولا لا؟ قال له آه هو له أمن، بس خلي بالك لازم تفرق، أصل فيه أمن تام وفيه أصل الأمن، وده معناه إنه مش كامل ولا تام، صح ولا إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا. الظلم أصلا على ثلاثة أنواع، في ظلم العبد لله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإذا أشركت بالله فقد ظلمت، في ظلم العبد لنفسه فمنهم ظالم لنفسه، وفي ظلم الآخرين إنما السبيل على الذين لا يظلمون الناس، على إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. والقرآن بيتكلم عن ظلم بس لا يعنى به الظلم، لما ربنا يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا هنا بمعنى إيه؟ بمعنى وما نقصونا، لما عبدوا غير الله جل وعلا ربنا يقول لم ينقصونا في شيء. فالعبد حتى وإن كان عاصيا له الأمن، لكن الأمن هو تام ولا غير تام؟ غير تام. الأمن التام هو من سلم من الشرك
وسلم من الظلم. طب ما برضو مين منا لم يسلم من الظلم؟ نقول لك فإن لم يسلم من الظلم عليه أن يمحو ذلك يسأل. من جهل شيئا وجب عليه أن يسأل غيره. ده على طول الصحابة. والله يبارك فيك، دعك من الأخ جوجل، الله يكرمك، دعك من الأخ جوجل، ما وداش الناس في داية إلا الأخ جوجل. لإني يعني أنا ما ينفعش أدخل على جوجل كده أدور عن مسألة طبية، ودي برضه مصيبة في عالم الطب. واحد عنده شوية مش عارف إيه، شوية مغص، يخش على جوجل مش يقول له مالك أصل أنا دورت برضه. أخلي بالك أنا شفت الأعراض الجانبية. يعني أنت متخيل إن أنت لما قرأت كده روشتة موجودة وأعراض جانبية خدت العلاج؟ كده الموضوع بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والواد اللي طلعان روحه روح أبوه 7 سنين وعشر سنين في كلية الطب، خدته أنت من عند الأخ جوجل في ثانية؟ والواد ولا البنت اللي طلعان روحها وروح أبوها في مش عارف في صيدلة دكتور خلاص كده 5 سنين ولا 6 سنين خلاص؟ فهي القضية لا، الشرع الضرب خبطة زر كده يقول لك أصل قال الله قال رسول الله. أنت افهم الأول يا أخي، ده أصحاب اللغة التبس الأمر عليهم. الصحابة نفسهم وهم أهل لغة، والقرآن يتنزل على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، عملوا إيه؟ على طول يروحوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 2، يندب للعالم إذا سئل أن يذكر الدليل. أن يذكر إيه؟ الدليل. منين الكلام ده؟ هات الدليل بقى، قول لي هات الدليل. طب اجيب الدليل. الدليل اهو، الصحابه لما راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له اينا لا يظلم نفسه؟ قال انما ذلك الشرك. سكت ولا كمل؟ كمل. قال ايه؟ جاب الدليل من اهو سوره لقمان. قال لهم الم تقرأوا قول الله على لسان عبده لقمان يا بني لا تشرك بالله. يبقى يندب للعالم اذا اتى بالحكم ان ياتيه بالدليل. طيب ايه كمان؟ قالوا كمان من اجمل التفاسير هو تفسير القران بالقران. اجمل التفاسير، وده بيسموه التفسير بالاثر. واول التفسير بالاثر ان تفسر القران بالقران ثم تفسر القران بالسنه. يبقى ده تفسير الاثر، وده من اجمل. وذلك واحد يقول لك صراط الذين انعمت عليهم، ما الذين انعم الله جل وعلا عليهم؟ قل له ادخل على سوره النساء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مالك يوم الدين، قل له على طول اطلع على سورة الانفطار، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يبقى ده بيسموه تفسير القرآن بالقرآن. مين أول واحد فسر القرآن بالقرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أو النبي صلى الله عليه وسلم. من الجميل أيضا من الدروس اللي تتاخد من الحديث ده هو إن جمع الآيات الواردة في الموضع الواحد، وإلا هتلاقي القرآن حي الناس تقول لك ده بيتناقض، نقول لا ما بيتناقضش، أنت مش عارف. اجمع القرآن الآيات في الموضوع الواحد. ولذلك مثلا خذ مثال ونختم به، هو يوم القيامة في شفاعة ولا ما فيش شفاعة؟ في شفاعة ولا ما فيش؟ طب لو جبنا آية تقول إن ما فيش شفاعة؟ الله يبارك فيك. اسمع إلى قوله تعالى وهو يتحدث عن أهل الكتاب في سورة البقرة، ولا يؤخذ ولا تنفعهم شفاعة. الله نقول له بس دي تفنيه في قوم معينين، وانما الشفاعه الاصل انها وارده، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعه العظمى، والله يقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يبقى انت جمع موضوع الشفاعه كله وتلاقي يبقى فيه مواضع فيها شفاعه، وفي مواضع او مواطن ما فيهاش شفاعه، وفي ناس تشفع فلا يشفع منها، وفي ناس تشفع ولا يشفع يشفع لها. فدي كلها مواطن وأماكن وأشخاص وهيئات وأناس. ده بيتحصل إزاي؟ لما تجمع هذا كله في مكان واحد. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويلهمنا رشدنا.
أن يحقق لنا مقاصدنا وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نأتيه من قول وعمل وفعل وصوت وسكوت وحركة أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.